بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مواضع الآيات نزل أنزل، نظمها الدكتور سعيد أبو العلا حمزة حفظه الله في أبيات رائعة، وهي: نزل للمجهول ستة أحرف، فرقان حجر نحل الزخرف، وموضع الأنعام وهو أوحد، وسادس الحروف أضاء أحمد، سوى ما ذكرت بالهمز ترى، عافاك ربي من شر الورى. المفردات: أحرف أي مواضع، أوحد وحيد في بابه، لم يأتي غيره في نفس سياقه، لولا نزل عليه آية، وغيره لولا أنزل عليه آية أو آيات. الحروف المواضع: أضاء أحمد، ورد فيه ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما نزل على محمد. أحمد سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة القتال كذلك، ملحوظة. الرقم الذي هو أعلى اسم السورة في الأبيات هو رقم الآية التي ورد بها اللفظ المشار إليه في السورة، وهذه المواضع التي جاء فيها نزل من الأنعام، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، الحجر، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، النحل، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، الفرقان، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة إلى آخر الآية، الزخرف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وفي سورة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم محدثكم أدمن صفحة وقناة التبيان في ضبط متشابهات القرآن.